استوقفتني آية في كتاب الله ربنا سبحانه وتعالى بيثني فيها على بعض يهود المدينة. رغم أنهم رفضوا الإيمان بالنبي لكن كان فيهم صفة حسنة. ربنا بيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ربنا بيثني على أمانة بعض اليهود، وده خلق رباني نادر اسمه الإنصاف، إنك ترى الحق حتى ولو خرج من حد بيخالفك، حتى لو في العقيدة. هما مش مؤمنين لكن فيهم صفة حسنة، فربنا يعلمنا الثناء عليهم في كتابه سبحانه وتعالى. وخلق الإنصاف نادر بسبب طغيان مشاعر الخلاف على أخلاق الإنسان إلا اللي كان مصحصح لنفسه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نبه علينا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. خليك منصف حتى من نفسك لو غلط. وطلع منها الحديث المشهور اللي نصه بديع يثير التساؤل، قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، دي معروفة، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصرك له. معنى الكلام إنك لما تشوف غلط في حد أنت بتحبه، حبيبك ولا أخوك، تنبهه، كده أنت بتنصره لأنه هيظلم بالغلط ده، وده من الإنصاف. أن ترفض الباطل ولو طلع من حبيب، وتقبل الحق ولو طلع من حد أغضبك أو أساء إليك. سيدنا حسان بن ثابت شاعر رسول الله، ودايما كان بيدافع عن رسول الله بالشعر لما حد كان بيسبه من المشركين، لكنه غلط في حق السيدة عائشة إنه نقل شائعة الإفك يوم طلعها عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، بس سيدنا حسان قال لك إلحق ده بيقوله، فنقل الموضوع فانتشر شوية، فزعلت منه السيدة عائشة ونزل فيه رب العالمين وفي غيره من بعض الصحابة اللي نقلوا الكلام ده، نزل قرآن بينهاهم عن الموضوع ده. وعدت الأيام وربنا برأ السيدة عائشة، فجي واحد يسب حسان بن ثابت قدام السيدة عائشة بعد فترة، قالت: لا تسبه، اوعى تشتمه حتى لو كان زعلني، فإنه كان ينافح عن رسول الله، كان بيدافع عنه، حتى لو غلط في حقي لكنه إنسان عنده فضل كبير علينا. شايف الإنصاف من حد زعلني؟ تربية النبي السيدة عائشة رضي الله عنها. الإمام أحمد بن حنبل أحد تلامذته، فالإمام بيقول له: أنت جاي منين؟ قال له: أنا جئت من مجلس أبي كريب. أبو كريب ده عالم كان موجود في أيام الإمام أحمد. فقال الإمام: أبو كريب شيخ صالح، اكتبوا عنه. فقام واحد قال: يا إمام، بس ده بيتكلم عليك في ظهرك كلام مش كويس، إنه يطعن عليك. قال: فأي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد ابتلي بالكلام عني. هو إنسان صالح، هو مبتلى أنه بيتكلم عني في ظهري وبيغتمني، بس ده مش معناه أنه ما عندوش علم، اتعلمه عني. قمة الإنصاف. عشان تتعلم الإنصاف جنب مشاعرك تجاه الشخص أثناء الحكم على كلامه أو رأيه، خلي دايما المعيار الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. لو طلع الحق من مخالف يبقى حق، ولو طلع الباطل من حبيب يبقى باطل. وأكثر من دعوة سيدنا أبو بكر الصديق: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا موفق يا ميسر يا معين، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا.